السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. ثريا المرة اللي فاتت دارت مكياج دو جوغ، حنا عاودنا نفس المكياج ديال لو جوغ ديالها، ولكن غادي نزيدو عليه كلكو بتيت موديفيكاسيون باسكو على ديغنيغ مينوت كانت معروضة عند شي ناس للفطور. كناخد شي شوية انتو بتي بو امتفاخ شي شوية غامق على هذاك اللي كنا دايرين في لابوبيير كاملة، وغادي نخدمو غير في القند ديال لا بوبيير ابان كنقيسها بلو فار ا بوبيير، من بعد كنشد وكنخدمو شي شويه ب لو بانسو فلوتور باش كنعطيو شي شويه الكاركتير لهاد المكياج الثاني. با كروزي ان تو بيتي بو لو فيزاج ديال ثريا، كنمشيو دائما هنا و اون كروز دائما من الودن كنهبط بو كروزي لو فيزاج. ابري كنبدل لو بانسو، كناخذ بانسو واحد اخر وكنعطي لها شي شويه ان تو بيتي بو دو لوميير بور سون فيزاج، اي جو في بارتير بلوس سور لي بارتي لا بارتي ميديان جوست اونتر لي سورسيل باش كتعطي لها شويه ديال اللمعان للوجه، اي بيان سور لو با ديال لو فيزاج باش ما غاديش تعرق بزاف وما غاديش يكون بزاف ديال لا بودغ سور سون فيزاج. ان كرايون نوار ناخذو في يدنا، غادي نخدمو في يدي بحال هكذا، ناخذ بانسو رقيوق سبيسيال و جوست جو في كوريجي لو كوين دو لوي ديال ثريا. فوالا ما غاديش يبان، راه لو تري كبير بزاف ماشي عريض، ولكن غادي يبان لينا شي شويه ان تو بيتي بو تتهز شي شويه العين وكيبان لو ماكياج الى شونجي دان ماكياج ا لوتر اون بو موديفي با ما دو شوز. ناخذو واحد مات هاد لا كولور لي لي بلو سامبل لي كتجي مع اي واحد، لي فاسيل ا ابليكي. دابا ثريا وجهها جا مزيون وتقدر تكون معروضه عند صاحبتها المره الجايه. لحد الان نقول لكم بسلامه والحلقه القادمه ان شاء الله.